بسم الله الرحمن الرحيم. راح ندرس اليوم او راح نشرح درس الصيغ والمعادلات الكيميائية في وحدة او فصل جديد اللي هو فصل السادس اللي هو فصل التفاعلات الكيميائية. من هذه المفردات او الاشياء او القوانين اللي راح تواجهنا بالدرس التفاعلات الطاردة والمعادلات الكيميائية والتفاعلات والتفاعل الكيميائي والنواتج والمتفاعلات والتفاعلات الماصة للحرارة. طيب المادة غالبا ما يصير فيها تغيرات. تغيرات تنقسم الى قسمين، اما ان يكون تغير فيزيائي اما او تغير كيميائي. خلنا الان في التغير الفيزيائي. التغير الفيزيائي كيف اعرف انه هذه الماده تغيرت تغير فيزيائي؟ التغير الفيزيائي يؤثر في خصائص الماده فقط. التغير الفيزيائي يؤثر في الخصائص. وش هي الخصائص؟ الخصائص اللي هي الحجم والشكل والحالة، حالة المادة اللي هي صلبة، سائلة أو غاز. رح نضرب مثال على التغيرات الفيزيائية. لو أنا جبت ماء، موية، حطيتها بالفريزر، تجمدت لكنها تظل موية. طب طلعتها من الفريزر تحولت إلى سائل، هل هي تغيرت من هذا التحول إلى هذا التحول؟ لا، فقط تغيرت حالتها من صلب إلى سائل لكنها تبقى ماء. هذا هو التغير الفيزيائي. مثلا اني جبت مويه وحطيتها في كاس وجبتها وحطيتها في صحن، هل هي تغيرت؟ لا، تغير فقط الحجم حق المويه، كان في الطريقه العموديه بعدين صار في الطريقه في طريقه العرض. المعادلات اي تفضل استاذ احمد. استاذ احمد معي. السلام عليكم يا استاذ احمد، انا اشكرك على هذا الدرس المميز والدرس الذي فيه تفاعل بيني وبين زملائي الطلاب معك يا استاذ احمد ناهي. حقيقه يدل هذا على شخصيتك المميزه وتفاعلك مع ابنائك الطلاب، وحقيقه انا استفدت يا استاذ احمد من هذا الدرس الرائع المميز جدا، واتمنى إن زملائي الطلاب الذين معي في الفصل استفادوا من هذا الدرس. فألف شكر أستاذ أحمد ناهي، وأتمنى تحسب لي مشاركة ضمن زملائي الطلاب الآخرين. شكرا. شكرا.